الآن إلى مقطع يتحدث عن هدم مدرسة في منطقة البلديات في بغداد ونقل طلابها إلى مدارس ثانية تشهد دواماً ثلاثياً، وتركت مدرستهم دون إعادة إعمار ولا تزال على هذا الحال منذ 10 سنوات. النشطاء تساءلوا، فمن يتحمل المسؤولية وأين تذهب الأموال المخصصة لبناء هذه المدارس التي للأسف ظلت مشاريع قائمة ولم تنجز بعد؟ هكذا تساءل نشطاء ومتابعون. هاي المدرسة مدرسة في منطقة 9 نيسان، على أساس شيدوها تشييد جديد. البلديات 9 نيسان، وقبل 10 سنوات، صار 10 سنوات منتفلشت هاي المدرسة، منتفلشت والحد الآن باقي هيكل. هاي جاي تباعون بصورة، أنتو جاي تباعون، وهذا التصوير حي من نفس المدرسة والمنطقة. باعوا هاي المدرسة، باعوا يعني مدرسة مجرد يكتبون عليها عبارات فقط، هيكل طابق أول وبقت متروكة لمدة 10 سنوات، لم يكتمل المشروع. فناشدكم يا حكومة، لماذا هذا؟ طلاب وين تروح؟